لك مدير. انا علي عمر بيت من الزيرو ياما اوتيم الكلان خليك مكانك خليك. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو للميت الف لايك. بعرفكم كفو قدها بنقدر نجيب اول ميت الف لايك بصوت اصدقائي. بتمنى من كل اسطورة قاعد بشاهد هذا الفيديو انزل لتحت حط اللايك ويشترك في القناة، وكان مشترك فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي لسه مش متابعني على الانستغرام يتابعني، رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف. راح انزلكم اليوم اكواد سكن سكار تبع القرش، وكمان على البث المباشر راح نوزع هاي الاكواد. بث المباشر راح يكون بعد هذا الفيديو مباشرة، تابعوا الفيديو تعالوا على نونو لايف. اصدقائي شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم اصدقائي راح يكون على حاضنة البي 90 جديدة. مثل ما انتم شايفين نزلوا حاضنة جديدة فيها سكنات بي 90، شكلها رهيب، شكلها مخيف عن جد يا اصدقائي. طيب خلينا ندخل مع بعض ونشوف شوية سكنات الموجودة. في عنا البي 90 هذا الذهبي والبي 90 بنفسجي، في عنا كمان البي 90 الازرق. وين رجعنا لعند الذهبي؟ اوكي طيب خلونا نشوف شكل السكنات اصدقائي، تأثيرات البسكنات، شكل سكن، تصميم سكن، عن جد شيء بخوف والله العظيم. شوفوا هذا البنفسجي، شوفوا التأثيرات، شوفوا حاطين سي دي في النص، شوفوا الازرق يا اصدقائي، حتى الازرق اللي هو يعتبر ارخص شيء، وحتى الاخضر اللي هو ارخص واحد فيهم يا اصدقائي، شكله فعلا اسطوري، عن جد شكل السكنات رهيب يا اصدقائي، التصميم متعوب عليه، تصميم اسطوري. طيب خلونا نشوف يا اصدقائي كم واحدة بنحتاج قناع، واحد للارخص واحد، وللازرق بنحتاج قناعين، اوكي. وفي عندنا لهذا البنفسجي بنحتاج ثلاث اقنعة، ولاغلى واحد فيهم اللي هو الذهبي كمان بنحتاج ثلاث اقنعة، ففي عندنا تسعة اقنعة اصدقائي بنحتاج تسعة اقنعة عشان نجيبهم. طبعا ليش ما سألنا على الذهبيات؟ عندنا 43 وحدة ذهبية، اي شيء من مشتقات الجولد. بالنسبة للخاصيات يا اصدقائي اغلى واحد فيهم اللي هو الذهبي، عندنا الدمج 2 زيادة وسرعة الطلق 1 زايد، وفي عندنا ذخيرة المخزن 1 ناقص، اوكي تعتبر خاصية اسطورية بالنسبة لا للبي 90 ما بحسها اسطورية كثير. خلينا نشوف البنفسجي، فيه الدمج 1 زايد وفيه اعادة تعبئة المخزن 1 ناقص، وفيه ارمور هاي تبع اختراق الدرع، اختراق الدرع 2 زايد، او ماي جاد سبام، العب سبام سبام يا صاحبي. طيب بدنا اختراق احنا خوده، ما بدنا اختراق درع. طيب نشوف بالنسبة لاصدقائي للسكن الازرق، السكن الازرق خاصيته فيه المدى، المدى اسطوري، المدى انا بحب المدى بالبي 90، المدى 1 زايد وذخيرة المخزن 1 ناقص والدقة 2 زايد. طيب نشوف الان بالنسبة للاخضر اللي هو ارخص واحد فيهم، في عندنا او ماي جاد، هذه هي الخاصية الاسطورية، يا اخي كيف حاطين ارخص واحد؟ هذا افضل واحد، يا اصدقائي حاطين المدى 2 زايد والدقة 1 زايد سرعة الحركة كانت 1 ناقص. طيب اصدقائي على كل حال الان شفنا خاصياتهم، شفنا شكلهم، راح نجربهم بعد شوي بالجيم واحكي لكم شو افضل سكن فيهم، وهذه اول 5 سبنات، ونقول يا ربي اصدقائي. طبعا ما راح نطول كثير بحرق الحاضنة. صحيح اليوم راح نحرق ابو الحاضنة جديدة، ما راح نطول كثير بحرق الحاضنة اصدقائي، راح نفتح سبنات على السريع بس هيك بالبداية. يلا اصدقائي الان 5 سبنات مع بعض ونقول ليتس جو، نفتحهم مع بعض واعطونا اول قناع. والله اول قناع يا اصدقائي قدرنا نحصل عليه من حاضنة البي 90 الجديدة الاسطورية. طيب حصلنا اول قناع، بنحتاج لسه كمان 8 اقنعة، كمان 8 اقنعة، هاي كمان 5 سبنات، ونقول يا رب يلا وقفي على القناع، وقفي وقفي القناع، القناع لا مش الساعة، مش السكنر، الله يقطع شكلكم، مش السكنر. طيب شوفوا شوفوا البطاقات الزرق، الله ياخذكم. طيب اللي بعده يا اصدقائي 5 سبنات ونشوف يا رب، وقفي على القناع، على القناع، على القناع، لا يا اخي مرة ثانية، مرة ثانية، شوفوا مرة ثالثة، مرة عاشرة، مرة مليون راح توقف الذهبية، لا ارجوكم ذهبية لا تعطوني اياها، اوكي متفاهمين؟ خلص ذهبية ما تعطوني اياها، انا عندي 44 وحدة ذهبية، يعني مستعد اشتري فيهم كل حاضنات السيرفرات. طيب اللي بعدهم يا اصدقائي نشوف قناع، قناع يا قلبي نورت، والله انت اللي دائما بتمناك تطلع لي، قناع ثاني مستحيل، والله قناع ثاني يا اصدقائي، يا اخي طيب الحظ اسطوري، والله اي لاف يو بي 90. طيب حصلنا على قناعين بنفس السبن، انتم يعني شايفين هذا الشيء او لا، ولا انا بس شايف؟ اللي بعده اصدقائي 5 سبنات، والله ياخذ البطاقات الزرق، اللي بعده كمان لا يلا في بطاقات حاضنه، بطاقات ذهبيه ارجوك لا تطلعي لي، والله يعني والله انا تعبت معاك، استغفر الله العظيم يا اخي خلص، والله يعني يعني والله العظيم هذه بتسمعني ولا يا 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 جولد خلاص، يعني انت لونك ذهبي يعني من مشتقات الجولد، وانا عندي منك كثير بالحساب بجد، والله يعني انا نفسي اعرف شو قصه الجولد مع حسابي، اي شيء ذهبي بيطلع. طيب ما هي الاقنعه كمان فيهم شويه لون ذهبي، ليش ما تعطوني اياهم يعني؟ ولا لازم يكون كله يعني كله كومبليت ذهبي؟
طيب اللي بعده يا اصدقائي ونشوف. يلا اقنعة يلا باقي بس بنحتاج يا اصدقائي 6 اقنعة ونحرق ابو الحاضنة ونجيب كل السكنات اللي فيها. يلا وقفت على القناة، بسم الله خير وقف على القناة. او ماي جاد الحظ الاسطوري يا اخي، والله انقذوا الموقف، كنت راح اسبهم للحظات يا اصدقائي، راحوا انقذوا الموقف في اخر لحظة وطلع لي قناعة في اخر سبن. طيب ذهبية الله ياخذ شكلك، الله يقطع شكلك، والله انا اكثر شيء صرت اكرهه في هذه الحاضنة هم الذهبيات هذه، وكويس اللي خلصنا من لوت بوكس. كويس هو قناع، والله يا شباب وقفت على القناع وانا شفت غلط، وكمان ذهبية قناع ذهبية يا والله ثانك يو حاضنة البيتسين. طبعا انا معروف يعني علي عمر ملك حرق الحاضنات في سيرفر الشرق الاوسط، طبعا يعني عادي لا تستغربوا، يعني ممكن صح يكون حظي خايس في كل شيء ولكن في الحاضنة مستحيل حظي يكون خايس. طبعا معكم علي عمر ملك حرق الحاضنات، يعني اسألوا عني حتى اذا ما تعرفوني، اكتبوا في اليوتيوب علي عمر يحرق الحاضنة راح تلاقوا علي عمر حارق كل الحاضنات اللي نزلت من بداية اللعبة. طيب الخمس سبنات اللي بعدها يا اصدقائي ونشوف ونقول يا رب. يلا عاد طلعونا قناع، انا صار لي ساعة قاعد امدح في حالي واقول انا ملك حرق الحاضنات، عيب ما تعطوني قناع بعد هذا الكلام الجميل كله. يلا طاقات الزرقاء الله ياخذكم يا اخي، ليش والله العظيم ليش يعني. شوفوا السكنر، هذا السكنر والله انا ما قهرني غير السكنر في الحاضنة، والله العظيم هذا اللي يا اخي عندي لمدة 10000 يوم، الله ياخذ شكلك 10000 يوم عندي سكنر بالحساب، شو اسوي بالسكنر انا؟ ذهبية الله يقطع شكلك ما تطلع لي مرة ثانية بليز، خلاص خلاص ذهبية اوكي انا شوف خلاص ذهبية والله اي لاف يو، يا رب تطلع لنا ذهب. قناع يا شباب ركزوا معي، القناع الرابع لا القناع السادس هذا ذهبية، يا رب تطلع لنا ذهبية شباب ادعوا معايا تطلع لنا يا رب ذهبية عشان ما تطلع لنا انا بعرف. لا والله هذا الله تقبل منا الدعوة وطلعت لي ذهبية. طيب نرجع ندعي مرة ثانية بما انه ما عاد تطلع، الله ان شاء الله يطلعونا بطاقات، يطلعنا قناع، انا بدي اقول ان شاء الله يطلعنا بطاقات زر ويطلع لي قناع. طيب هذا القناع السابع، باقي قناعين فقط، قناعين يا اصدقائي ونكون حرقنا ابو الحاضنة ونجيب كل السكنات اللي فيها. يلا قناعين هم قناعين، هذا خمس سبنات واللي بعده خمس، حصلنا على هذا القناع كمان، القناع الثامن نورت يا حبيبي نورت الحساب. طيب الخمس سبنات اللي بعده مو القناع التاسع والاخير، القناع التاسع والاخير اصبح الان في حساب علي عمر ملك حرق الحاضنات في سيرفر الشرق الاوسط وذهبية معاه كمان. اوكي طيب شباب 55 وحدة ذهبية، ليش 55 وحدة ذهبية يعني، والله حرام يعني شيء نصب ولا كيف. طيب اللي بعده يا اصدقائي خلونا ندخل الان الحاضنة ونروح شو راح نجيب اول سكن، والله انا بستمتع، انا اكثر لحظة احبها هي اللحظة هذه، خلونا نجيب ارخص سكن فيهم واللي هو هذا الاخضر. نورت يا قلبي، طبعا نورت تهانينا، شكرا لكم، نورت الحساب واي سكرين شوت راح تكون ذكرى من الذكريات الجميلة عن فري فاير في حسابي طبعا يا صاحبي. طيب اللي بعده نورت الحساب يا قلبي، انت راح تستمتع بحسابي ان شاء الله. طيب اللي بعده يا اصدقائي خلص السكن الازرق روح عيب عاد ما تطول، اللي بعده سكن البنفسجي، والله انت اكثر واحد، انت مش انت راح تكون مبسوط في حسابي، انا كمان راح اكون مبسوط اني امتلكتك. طيب يلا سكرين شوت كله سكرينات، شوفوا انا كيف بعملهم كويس عشان هيك الحاضنه بتحبني. طيب وهذا اغلى واحد فيهم يا اصدقائي السكن الذهبي، وحصلنا على اغلى سكن فيهم سكن الاسطوري الذهبي يا اصدقائي، اصبح الان ايضا في حساب علي عمر ملك حرق الحاضنات في السيرفر الشرق الاوسط. طيب حصلنا على كل السكنات مثل ما انتم شايفين، 4 سكنات اسطوريات، خلونا نجيب قناع للذكرى هيك اصدقائي عشان فقط يعني تعرفوني انا هوايتي صارت اخر فتره انه انا اجمع الاقنعه عشان يصيروا في اقنعه كثير في حسابي. طبعا يعني تخيل انت تدخل حساب علي عمر يعني معروف الله ياخذكم ذهبيات، معروف بحرق الحاضنات وما تلاقي عنده كل، شوف راح اجيب لكم اكبر دليل يا اصدقائي انه انا اسطوره في حرق الحاضنات، تعالوا نروح نشوف مع بعض يا اصدقائي الحاضنات، شوفوا انتم بس انا من غير ما اتكلم حسابي فقط بيتكلم، شوفوا كل الحاضنات عندي منهم اقنعه زياده. نعم انه حساب علي عمر اعزائي المشاهدين فما في داعي انكم تستغربوا، وين سكنات يا اخي والله هذا التغيير اللي عملوه في سكنات الاسلحه انا لحد الان عقلي مش قادر يستوعب هذا التغيير، لحد مين مثلي اللي مثلي يكتب تحت في التعليقات، انا كمان دائما لما بدي ادخل على سكنات الاسلحه بدخل عند المعدات. طيب يلا الان جبنا سكن الاخضر يا اصدقائي، طبعا سكن راح نبدا نجربهم اول شيء سكن الاخضر بعدين سكن الازرق بعدين سكن البنفسجي بعدين راح نجرب اغلى واحد فيهم اللي هو السكن الذهبي. طبعا الان عندنا سكن الاخضر بخاصيات يا اصدقائي، 1 في المدى 1 في الدقة وإعادة تعبئة المخزن 1 ناقص، فخلونا نقول ليتس جو ونبدأ نجرب هذا السكن. يلا نشوف أول واحد مين أول أسطورة راح تطير رأسه، هذا فاصل عنده الإنترنت، يلا والله أحلى لقطة بتجيبها لو واحد فاصل عنده الإنترنت تحس حالك محترف، تحس
نشوف اللي بعده. تعال تعال يا صاحبي تعال. ابلع يا حبيبي تشوت، ابلع يا حبيبي تشوت بدون نقاش. شوفوا 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 هذا هون مكمل. ابلع. تعال 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 تعال. لا ليش ليش مش هيتشوت؟ ليش مش هيتشوت؟ ليش؟ ابلع حتى بسكوبا بلعك هيتشوت. لا 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 هذا شبك. هد يا حصابك، هد يا حصابك يا مات. لعب المسدس. وين تهرب مني؟ وين تهرب مني؟ وين بس؟ وين؟ ابلع. وين 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 الباقي؟ وين الباقي؟ وين هاربين؟ ابلع يا حبيبي. اوكي طيب الان يا اصدقائي راح نجرب هذا السكن الازرق. اوكي شوف الاول يا اخي هذا راسه يابسه. يا اخي الله يقطع. يا هذا هو السكن الازرق، هذا هو السكن الازرق. مستحيل يجي هيت شوت، مستحيل يجيب هيت شوت. شو الايم هذا؟ طيب طيب اوكي واخيرا اللي بعده. تعال 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 ابو راس خضر يا اخي. لا شباب ما عجبني هذا السكن الازرق بكل صراحه، ما عجبني. الايم عن جد ثقيل كثير، يعني الايم صعب صعب يرتفع على الراس والله صعب عن جد. يا شوفوا اللاج. لا روح حبيبي روح روح انت انت روح. انا اسف هذا ملقلق ألف. اللي بعده وين؟ تعال ابلع. لا ما جد. يلا نشوف اللي بعده، خلونا نكمل نجرب. تعالوا ابلعوا انتم اثنين. اوكي هذا بلع تشوت. يا اخي والله بحس هذا الازرق هيت شوتاته موت. شوف والله شوفوا هذا، شوف شوف هذا السيد محترف. يا اخي اثبت اثبت الله يقطع شكلك. تعال اللي بعده. واحد بيضرب من فوق. يا اخي والله صعب الايم عن جد في السكن هذا الازرق. الايم مستحيل يرتفع على الراس، الايم عن جد كثير ثقيل شباب. اوكي يلا هات بلع تشوت بسكوب. لا مش في رجله، مش في رجله. ايوه بالايجل. شوف اللي بعده، يلا مين اللي بعده؟ تعال نكمل نجرب. تعال 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 صاحبي تعال. ابلع هيد شوت يا صديقي ابلع. لا جر من وين؟ من وين؟ طيب الان راح نجرب السكن البنفسجي الاسطوري يا اصدقائي، وهذا السكن صراحة. اوكي يلا تعال اول. شوف شوف شو راح اعمل له. شوف اخذت اخذت الحماية تبعه. اطلع. لا راحت راحت. يا اخي موت موت الله يقطع شكلك. موت موت بالايجل. تعال شوف شوف الغدار. تبلع هيد شوت يعني تبلع هيد شوت، ما في نقاش. تعال انت اللي بعده. يا اخي موت موت الله يقطع شكلك. وهذا كمان بلع، وانت كمان انت كمان. كلا كلا يلا كلا اعطيني راسك. كلا يلا. لا كلا جلدوه. ليش تجلد كلا؟ ليش؟ هذا مات مات مات. من وين طلعت هذه؟ من وين؟ تعالي تعالي. بوب 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 بوب. اوه بال... طارت راسه، انفجرت راسه يا شباب. طيب اللي بعده. ابلع يا صديقي، وين تهرب مني؟ وين؟ والان عندنا يا اصدقائي اغلى سكن فيهم اللي هو سكن الاحمر اسطوري. خلونا نروح نجرب هذا السكن مع بعض. يلا وين؟ وين اول؟ وين اول اول اسطوره؟ تعال 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 انا موجود موجود. لا بتضربني بوكس، تضربني بوكس. لا والله اجل. تعال 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 انت اللي كنت داخل. لا يا شباب الله يقطع شكله. هذا السكن الاحمر ما عجبني. هذا السكن يا شباب، هذا السكن الناري بصراحه ما عجبني يا شباب. الايم ثقيل اقسم بالله، هذا الايم اصعب من الازرق. اوكي والله الاخضر كان اسطوري والبنفسجي كانوا اسطوريين، بس ليش هذا؟ هذا الذهبي على اساس اغلى، على اساس اغلى واحد، اغلى واحد فيهم. صعب صعب الايم يجي. شوف عن جد صعب الايم يجي على الراس بهذا السكن يعني والله. هو
تعال 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 تعال. استغفر الله العظيم، استغفر الله. شوفوا شوفوا الام كيف عن جد الام صعب انه يرفع. هاي كيل زبلاين هذاك مستحيل اجيبه. ما في تتيم صاحبي، ما في تتيم. انا داخل اجلد، داخل اجرب سكنات. حبيبي اسف اعتذر منك بس والله يا اخي انا. تعال انت سجين تعال. طيب اصدقائي مثل ما شفتوا هذه هي كانت سكنات الحاضنة. بصراحة عن جد انصدمت، والله بجد انصدمت. الأشياء اللي صدمتني في سكنات الحاضنة، أول شيء أصدقائي السكن الأخضر، السكن الأخضر بجد صدمني، ما توقعت إنه هو أرخص سكن في الحاضنة، ما توقعته يكون أسطوري لهذه الدرجة، والله بجد. بجد راح أقول السكن الأخضر فعلا سكن أسطوري مع إنه حاطينه أرخص واحد، بس هو يمكن أفضل واحد فيهم. السكن الأزرق، أوكي راح أقول، ما راح أقول يعني خايس، ولكن كمان ما راح أقول أسطوري، يعني أوكي راح أعطيه تقييم 5%. ولكن بالنسبة للسكن أكثر سكن عجبني واللي هو أفضل واحد فيهم أنا شفته هذا السكن البنفسجي. بالنسبة للسكن طبعا اللي هو حاطينه الذهبي والناري هذا أغلى واحد فيهم. ليش أنا ما عجبني هذا السكن؟ هذا السكن أوكي الشركة بتوقع دائما بتشوف إنه الدمج والريت أوف فاير هم أفضل شيء بحبوه اللاعبين، بحبوا سرعة الطلق تكون زيادة، بحبوا الدمج يكون زيادة، فحطوا أغلى سكن فيهم حطوا له هذه الخاصيات اللي هي تبع الدمج واللي هي تبع سرعة الطلق. ولكن نسيوا شيء صراحة، اللي حط الخاصيات بتوقع ما عنده خبرة كبيرة في اللعبة. الشيء الغلط اللي هو سواه انه السكن البي 90 هو مش سكن بعيد المدى ومش سكن قريب مدى، هو سكن متوسط المدى، يعني بتقدر تضرب من بعيد وبتقدر تضرب فيه من قريب، ولكن الافضل انه انت لما تضرب حدا تخلي فيه مسافه بينك وبينه. فهذا الشيء شو بيعني؟ هذا الشيء بيعني انه المدى يعني افضل شيء. ليش انا قلت الاخضر مع انه هو ارخص واحد فيهم؟ قلت صراحه عجبني اكثر شيء لانه البي 90 بما انه سلاح متوسط المدى، فلما تضرب بالام من غير سكوب تحتاج يكون في مدى، لانه المدى هو اكثر شيء ممكن يساعدك في الهيد شوت بالبي 90. فبكل صراحه راح اقول بنفسجي والاخضر هم افضل شيء في الحاضنه. اذا حابين تحرقوا الحاضنه مثل ما انا حرقتها وتجيبوا سكنات، انصحكم بالبنفسجي او الاخضر. يعني لو ما كان والله وبنصحكم بالاخضر اكثر من البنفسجي، يعني انا صراحه حسيت الاخضر افضل منهم كلهم. بالنسبه للذهبي خاصيته اسطوريه، ولكن الخاصيه هذه كانت راح تكون اسطوريه لو حطوها على اي كي، حطوها على سكار، حطوها على سلاح ثاني بعيد مدى، او لو حطوها حتى على الامبي 40. ولكن على البي 90 سلاح متوسط مدى في هذه الخاصيه، فمثل ما حكيت اتوقع اللي حط الخاصيات ما عنده خبره كبيره بسكنات الاسلحه، ما عنده خبره كبيره بالخاصيات، فغلط يحطوا هذا الشيء على سكن البي 90. فراح اقول لكم سكن الاخضر هو افضل سكن يعني بالنسبه لي انا حسب ما انا جربت، وبعدها بيجي سكن البنفسجي. هذول سكنات التوب اللي عجبوني، سكن الذهبي وسكن الازرق. اوكي الازرق كمان متوسط بتقدروا تجيبوه، لكن الذهبي ما راح اقول انه هو سكن خايس، ولكن صراحه ما بيستحق انه هو يحطوه كافضل سكن وكاغلى سكن في الحاضنه بهذه الخاصيات. فطيب اصدقائي هذول هم كانوا سكنات البي 90، وهذه كانت حاضنه البي 90 الجديده، وهذا هو كان تقييمي لهي سكنات الاسلحه. وطيب اصدقائي هذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم، فبتمنى هذا الفيديو عن جد يكون نال اعجابكم، واتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. اصدقائي حاليا انتم تشاهدوا الفيديو انا بث مباشر على تطبيق نونو لايف، للي لسه ما عنده تطبيق نونو لايف يروح يحمله من جوجل بلاي او من الاب ستور او من الروابط الموجوده في الوصف. بعد ما تحمله ابحث عني بالاي دي 10 20 30، تلاقي حسابي بتلاقيني بث مباشر بشكل يومي على هذا التطبيق. اللي لسه مش متابعني على الانستغرام يتابعني، راح ابدا انزل اكواد من بكره ان شاء الله على حسابي على الانستغرام في ستوريات الانستغرام، كمان رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف في الديسكربشن بوكس. وطيب يا اصدقائي كل الروابط اللي ذكرتها لكم راح تلاقوها موجوده تحت في صندوق الوصف في الديسكربشن بوكس. ولايك نكون وصلنا نهايه هذا الفيديو حبايب قلبي، فكان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير. Free fire, Ali Omar, Azdar Khatar.